ويبقى معنا مفادنا محمد حلمي من الأراضي المقدسة. محمد، بعد التحية، نطمئن منك على أحوال البعثة الطبية المصرية للحج حتى هذه اللحظة. تحياتي لك محمد من مقر البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة. بالفعل البعثة الطبية رفع الحج مستدر الخطوة قبيل تفريج الحجاج المصريين لبدء الرحلة المقدسة. عدد المترددين على العيادات الطبية هنا بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تصل إلى 23 عيادة طبية وصل إلى 12,965 من الحجاج المصريين تم تلقوا الخدمات سواء خدمات علاجية دوائية وقائية. هناك حوالي 750 ندوة تم عملها بمقر إقامة الحجاج المصريين. عدد المترددين على هذه الندوات التثقيفية لتوعيتهم بالوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس وغيرها وصل إلى 26,000 حاج مصري. كذلك الذين دخلوا المستشفيات منذ بدء وصول الحجاج المصريين وحتى اليوم 35 حاج دخلوا المستشفيات بالتعاون مع السلطات السعودية، خرج 21 حاج وبقي 14 حاج حالتهم مستقرة. تقدم لهم الخدمات العلاجية بهذه المستشفيات، وهناك فريق من البعثة الطبية يمر على مدار الساعة لرصد أي حالة تدخل هذه المستشفيات أو متابعة الحالة الصحية للمنومين بهذه المستشفيات. عدد الحالات التنفسية وصل ل 269 حالة، تم اكتشاف 14 حالة كورونا. اليوم تم عمل فاصلة طبية بمنطقة العزازية بمكة المكرمة التي تخدم أكثر من 4,000 حاج بهذه المنطقة، وذلك للوصول لكافة الحجاج المصريين أينما كانوا تقديم هذه الخدمات سواء على المستوى الطبي أو المستوى الوقائي. رؤساء البعثة هنا في منطقة المشاعر للوقوف والاطمئنان على مناطق المخيمات والتي سوف يتم إقامة بها العديد من العيادات الطبية، وكذلك فريق المرور بالمستشفيات الموجودة بمناطق المشاعر للعمل على تهيئة الأجواء الروحانية للرحلة. شكرا. او الوقوف على الخدمات التي تقدم في المستشفيات الموجوده في منطقه المشاعر والتي تصل الى 5 مستشفيات. معك محمد. شكرا لك محمد حلمي من الاراضي المقدسه، نتمنى لك السلامه ولكل الحجاج المصريين.